زيارة الأربعين، العراق يولد من جديد. فتنة الخضراء أجهضت، حذاري من تكرارها. شنغهاي موجة إقليمية قادمة. أين العراق؟ ابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله عزاءكم وأعظم الله تعالى أجوركم بما قدمتموه في زيارة الأربعين للإمام الحسين عليه السلام، كل حسب موقعه، خصوصا أولئك الذين هم في العراق الحبيب، وبشكل أخص خدام الإمام الحسين عليه السلام، خدام المواكب، الشباب، الفتية، الفتيات، النساء، الرجال، كبار السن، الكل، علماء، غير علماء، أساتذة الجامعات. حقيقة يعجز اللسان عن حصر جهود كل أولئك الذين قدموا ما قدموا لإنجاح زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لكن بالتأكيد يجب أن نتوقف قليلا عند جهود الحشد الشعبي، ونفهم أيضا لماذا يصر البعض على إلغاء هذا الحشد الشعبي والتأثير على سمعته، الإساءة إليه. دائما ما يعني تثار في وسائل الإعلام، وهنالك بعض الشخصيات مع كل الأسف، وطبعا مراكز الأبحاث، مراكز التفكير، دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الكيان الصهيوني، المملكة العربية السعودية، تتدخل في شؤون العراق وتتدخل في مفصل أساسي كبير ومهم جدا، وهو الحشد الشعبي. أثير قبل يعني زيارة الأربعين، أثيرت قضية أنه يجب أن لا يتدخل الحشد الشعبي في حماية المواطنين وحماية هذه الزيارة وإنجاحها، والكثير من هذه الشبهات أيضا دائما على مدار الساعة هذه موجودة منذ أن ولد هذا الحشد الشعبي بعد الفتوى المباركة الرشيدة للإمام السيستاني حفظه الله تعالى. والحشد الشعبي يتعرض إلى ضغوط، إلى تشويه، إلى إساءات، إلى اتهامات، إلى افتراءات، وتذكروها كل الزين. حتى في العمليات العسكرية التي كانت يعني كانت تجرى لتحرير المدن من لوثة تنظيم داعش الإرهابي، كانوا يتحدثون ويثيرون ها يتدخل أو لم يتدخل أو لا، ويجب أن لا يتدخل الحشد الشعبي. ليش؟ وهذا الحشد الشعبي قوة عقائدية جاءت بعد فتوى مباركة، وأثبت أنه بالفعل هذا الحشد الشعبي هو حفظ العرض والأرض، أثبت ذلك. هذا ما يحتاج إلى يعني إلى نقاش، ما يحتاج إلى أن نجي ونقول تعالوا لنثبت أو نعطي شهادة حسن سلوك للحشد الشعبي. بالعكس، إحنا علينا أن نبكي على أنفسنا، كل الذين لم يشاركوا كأعضاء، كقوات، كمقاتلين، كمساندين، كمدافعين، كمعبئين لهذا الحشد الشعبي، عليهم أن يبكوا دما لأنه ما أتيحت لهم هذه الفرصة الثمينة، ويحظوا برضا الله سبحانه وتعالى. وبالتأكيد طبعا الشهداء الذين استشهدوا هم عند الله خالدين. لكن أقول، ونحن نتحدث عن الزيارة، نحن نتحدث عن زيارة الأربعين، قيام الحشد الشعبي بإنجاح هذه الزيارة مع قوات أمنية أخرى، بالتأكيد كل من ساهم في إنجاح هذه الزيارة الله سبحانه وتعالى سيثيبه. وأنا لا منه إحنا حتى نذكرهم ونقول فلان أو فلان جهة ساهم، كلهم جهاز الاستخبارات، جهاز الأمن الوطني، وتحديدا كربلاء، في الحقيقة كربلاء المقدسة، جهاز الأمن الوطني، جهاز المخابرات، الحشد الشعبي، الجيش، كلهم كانوا يعني وقفون على وقفة رجل واحد لتأمين الأمن
لحماية الزيارة ولإنجاح هذه الزيارة التي وشون المشكلة؟ وهذا اللي يخوفهم، لأن الزيارة أنتجت وولدت عراقا جديدا. هذا يجب أن يبحث، علينا أن ندرس ظاهرة العراق بعد الزيارة. العراق قبل زيارة الأربعين ليس العراق بعد زيارة الأربعين. دائما من تساوى يوماه فهو مغبون، وهذا ينطبق أيضا على الدول. يعني دولة مثل العراق عاصمة الإمام المهدي المنتظر، هذه الدولة التي أثبتت الأرض والشعب الجغرافيا والناس، أثبتوا أنهم بالفعل حسينيون، وأن زيارة الإمام الحسين ليس لها حدود. بحدود الحسين، حدودها حسينية. ما نريد نتفلسف بالكلام، من نقول حدودها حسينية يعني حدودها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حدودها الإسلام المحمدي الأصيل، محمد الذي كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين. هذا تعرفون شنو يعني؟ يعني عندما تحيي زيارة الإمام الحسين فأنت تحيي زيارة الرسول وشريعته ونهجه وفكره ودينه. وليش يقول إن كان دين محمد لم يستقم؟ دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. هذا الحسين، هذا الحسين عليه السلام أنتج لنا عراقا جديدا. حتى على الصعيد السياسي يجب أن نفهم هذا المفهوم وندرك هذا المفهوم وأن نتحرك وفق هذا المفهوم، نبني علاقاتنا مع الدول الأخرى، نقيم روابط إقليمية، علاقات دولية وفق مفهوم أن الحسين حدوده العالم، وأن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الذي واحدة من أهم الأعمال التي سيقوم بها هو الثأر للإمام الحسين. عند ذلك الوقت نكون نحن بالفعل قد حققنا هذه المقولة التي دائما نكررها: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. طبعا تحققها قبل الظهور وتحققها عند الظهور، قبل الظهور بالاستعداد وبالتعبئة، وبأن يصبح بالفعل هذا العراق عراقا جديدا، هو عراق ما بعد زيارة الأربعين. هو العدو ليش يركز على هذا المفهوم أيضا؟ يعني ليش العدو يركز على زيارة الأربعين ويحاول بأي شكل من الأشكال عبر طرق مختلفة أن يؤثر على تعدادها، تعداد الزيارة، تعداد القادمين إلى الزيارة؟ ليش انطلقت؟ طبعا هنالك ناس ربما يكونون يعني عن دوافع حسنية، لا أريد أن أشكك في النوايا، نحن لا نتحدث عن النوايا، علينا بالظواهر. ممكن أن بعض الناس لديهم نوايا حسنة، يقولون تعالوا نستفيد من هذه الزيارة بطريقة تجارية كما تفعل المملكة العربية السعودية. لكن لاحظوا أن المشكلة، أو حتى في موضوع العدد وتقييد العدد، بس شافوا هذا لا يمكن تحقيقه في زيارة الإمام الحسين لاختلاف الأهداف أيضا. زيارة الإمام الحسين لها منطلق كبير عقائدي عظيم، هو التحضير للإمام المهدي المنتظر، بناء أمة عقائدية تساهم في تجييش الجيوش استعدادا للإمام المهدي عليه السلام وظهوره المبارك الشريف، وبعد ذلك تأسيس الدولة العالمية. الحج يقوم بهذه، يفترض أن يقوم بهذه المهمة أيضا من خلال مسيرة البراءة من المشركين. لكن كما قلنا لكم سابقا،
الفرق أيضا في من يتولى، من الذي يدير الحرمين ويضع العراقيل أمام مسيرة البراءة، ومن الذي يجب أن يدير هذه المسيرة الحسينية الأربعينية كل عام، والفرق كبير. يعني نريد، هل تريد منا أن نكون كأولئك نصد عن بيت الله الحرام ورسالة الحج الكبرى أن الله بريء من المشركين ورسوله، وفي المقابل في زيارة الأربعين الأمر لا يختلف كثيرا، لأننا لا نريد أن نكون كأولئك الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم إنهم ليسوا أولياء الحرمين، إنهم إن أولياؤه الله يقول وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه الحقيقيون إلا المتقون. فسلام على الحسين وعلى زوار الحسين وعلى من قام بخدمة زوار الحسين وكل من ساهم في أن يلد العراق من جديد في زيارة الحسين. فتنة الخضراء أجهضت فحذاري من تكرارها. مقال تحت عنوان لماذا لا يحتاج العراق إلى انتخابات مبكرة أخرى، له صلة هذا المقال وهذا العنوان بالعنوان الذي اخترته لكم عن فتنة الخضراء، الفتنة التي أدت إلى وقوع ضحايا، وهذه الفتنة طبعا لا تزال قائمة باستمرار تعطيل جلسات البرلمان. هسه نجي نحكي عن هذا الموضوع، بس هذا المقال أنا لفت انتباهي، لأنه هذا المقال لماذا لا يحتاج العراق إلى انتخابات مبكرة أخرى، تحت هذا العنوان نشر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ECFR، هذا المجلس الأوروبي تابع للاتحاد الأوروبي، نشر مقالا يوم الجمعة 26 أغسطس، يعني قبل لا تراق الدماء بأيام، خلص فيه إلى نتيجة السهل الممتنع التي يعرفها الجميع ويتحدث عنها دائما الإطار التنسيقي، وهي أن العراق لا يحتاج إلى انتخابات مبكرة ثانية. هذا المجلس الأوروبي يقول ويجب أن لا يخضع العراقيون والقوى الفاعلة المؤثرة في المشهد السياسي العراقي لضغوط، أسوي يقول ابتزاز، أنا شوي أخففها، شخص واحد يريد فرض هيمنته على الجميع بطرق غير مشروعة. في هذا المقال اللي هو أيضا يتضمن توصية للاتحاد الأوروبي أو توصية المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وهو مؤسسة فكرية دولية حول السياسة الخارجية والأمنية الأوروبي، توفر مساحة اجتماع آمنة لصناع القرار والخبراء والمؤثرين. هذا تعريف المجلس، أنا أنقله لكم نقلا. فيه إشارات هامة عن رفض الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إجراء انتخابات مبكرة امتثالا لرغبة شخص واحد، يمكنها أن تتقلب مرة أخرى إذا جاءت نتائج الانتخابات المقبلة لو حصلت على غير ما يتطلع إليه هذا الشخص. يقول هذا المقال، يقول يعني شخص في العملية السياسية شارك ومن حقه أن يشارك، أراد أن يحقق مشروع في برنامج الحكم اللي بشروا به، اللي سموهم حكومة الأغلبية السياسية، وأسسوا تحالف سموه تحالف إنقاذ وطن، عناوين حلوة وجميلة، حتى حكومة الأغلبية السياسية عنوان رائع جدا يعني، وهذا هو الذي يفترض أن يحصل دائما في النظم الديمقراطية، بس في التطبيق، وهذا كلام المجلس الأوروبي يعني أنا فقط هنا أنقل حاليا، في التطبيق هذا التحالف أو هذه الحكومة هي حكومة، اسمها حكومة الأغلبية، بس هي حكومة أيضا توافقية، وأيضا قامت على نفس مبدأ المحاصصة الطائفية
والعرقية أبقت على رئيس الجمهورية كردي، وأبقت على رئيس البرلمان سني، وأبقت على رئيس الوزراء شيعي، نفس العملية. بعدين حتى عندما تريد أن تشكل هذه الحكومة المقبلة التي أعاق تشكيلها ما كان يسمى بالثلث الضامن، تعرفوا الموضوع النصاب وغير النصاب، هذه الحكومة أيضا، هذه الحكومة أيضا ستتشكل وفق نظام المحاصصة العرقي والطائفي. يعني الأكراد لهم وزراء حصتهم ثابتة لازم يتعينون، ومن اللي يعرف وزراءهم ومن اللي يقدم وزراءهم؟ الأكراد هم نفسهم، الحزبين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والسنة نفسهم أيضا اللي يسمى بتحالف السيادة، أيضا يعرفون وزراءهم. إذن شو سوينا؟ سوينا حكومة محاصصة طائفية عرقية اسمها أغلبية وطنية، بس هي حكومة مصغرة هدفها إقصاء قوى سياسية محددة من العملية السياسية. وبعدين أكو أشياء أخرى أفصحوا عنها، موضوع الحشد الشعبي، موضوع فصائل المقاومة، موضوعات خطيرة. يعني لا يستطيع لا الإطار، أصلا مو من حق الإطار أيضا يتنازل ويوافق على مثل هذه الحكومة، على مثل هذه الحكومة، لأنه الحشد الشعبي أصبح ملك الأمة، ليس فقط ملك العراق. نعم هو تأسس بقانون عراقي من البرلمان العراقي، بس من شفنا هذا الحشد الشعبي ودوره كما أسلفت قبل قليل في المحور الأول في حفظ زيارة الأربعين وإنجاحها التي هي أعادت وضع العراق على الخارطة. طبعا أعادته شنو؟ ما كان العراق موجود سابقا إلا بهوية سيئة، هوية صدام، هوية حزب البعث، وهوية المعتدي على جيرانه، هوية الأنفال، هوية الحرب التي شنها وفرضها صدام على الشعبين العراقي والإيراني، هوية غزو الكويت. كان العراق معروف، أو كاتبين يقولون والله لازم يعني يعود العراق إلى ممارسة دوره الإقليمي والدولي. هو ما هو الدور الإقليمي والدولي الجيد الذي كان يمارسه العراق في زمن صدام وقبل صدام؟ غير الاعتداء على الجيران وغير التدخل في شؤون الآخرين. فهذا يخيفك عندما تتحدث عن حكومة أغلبية اسمها حكومة أغلبية بس هي حكومة إقصاء. بالتأكيد هذا الأمر يجعلك تقف كثيرا ولا توافق على إقامة حكومة هدفها إنهاء الحشد الشعبي، فرملته، كبح قوته، إضعافه، بعدين نزع سلاح المقاومة. والمشكلة أن هؤلاء الذين يطالبون بهذا الأمر لديهم سلاح خارج إطار الدولة. فإذا من الناحية العملية، من الناحية العملية إذا بقى الأمر على ما هو عليه الآن ويتم باستمرار تعطيل جلسة البرلمان التي يجب أن تفضي إلى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، أعتقد نحن أمام فتنة خضراء جديدة أخرى، مع ملاحظة أنه لا المجتمع الدولي ولا حتى المجتمع الإقليمي، الأطراف الإقليمية الفاعلة التي مؤثرة بشكل أو بآخر بسبب الجغرافيا السياسية والوضع السياسي الذي أو الجغرافيا الذي يعيشه العراق مع جيرانه، هي أيضا لا تريد مثل هذه الفتنة أن تتكرر أو أن تتسع. وتعرفون كل الزين أنتم الآن، فتنة اليمن ما تزال، موضوع لبنان لا يزال، سوريا هنالك تحول أيضا في الموقف التركي. يعني الأزمات كلها الآن مبردة مجمدة بانتظار ما سيتحقق فيما يتعلق ب الاتفاق النووي مع إيران. هي أيضا أزمة دولية إقليمية لها انعكاسات على الوضع العراقي. فأقول إن هنالك من يريد أن يجر العراق مرة أخرى إلى فتنة خضراء جديدة،
خصوصا إذا استمر تعطيل جلسة البرلمان التي يجب أن تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء. وإن هذا الباقي كله تخدير وأمر مخدرة. اجتمع الرئيس مسعود البارزاني مع الزعيم رافع الطالباني وبحثوا حل أزمة، هنالك انفراج وهناك تفاهم، تسمعوها يوميا قد صار لنا نسمع بأنه الحزبين الكرديين، لأنه ترى الأزمة هي مو أزمة شيعية شيعية، بس هم رتبوها هكذا، يعني منتجوها وسووها بشكل تظهر وكأن الأزمة السياسية العراقية هي شيعية شيعية، لا هي في الأساس كردية كردية. هم لو من اليوم الأول حاسبين موضوع الرئيس، فبالنتيجة يجب أن يفضي ذلك إلى أن يحسم موضوع رئيس الوزراء، وإحنا نظل إيش تفقوا وما تفقوا وتفاهمات لا تصل إلى حد التفاهم. شوف التلاعب بالمصطلحات، حتى هذا البيان الذي صدر عن تحالف السيادة وعن الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد زيارة رئيس المخابرات التركية، هذا لازم دائما تتذكروه، من نقول رئيس المخابرات التركية اجتمع بهم وأراد أن يحتوي، وهذا كلامهم مو كلامنا، هذا كلام قلت لكم صحيفة من الصحف في دولة خليجية تدعم الائتلاف، ائتلاف السيادة، تدعم من يسمون بسنة السلطة، بس لأن أكو هنالك أيضا تنافس في النفوذ بين تركيا وبين الإمارات حول الاستحواذ، والسعودية أيضا حول الاستحواذ على القرار، قرار السنة، قرار السنة السياسيين. فحتى هذا البيان من يقول نحن مع تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، هذا كله تخدير. تخدير ليش؟ لأنه أنت لازم تقول يا ما يجب أن نشوف على الأرض على الميدان إيش قاعد يصير بالميدان. الجلسة الأولى إذا لم هسه خلصت زيارة الأربعين، إذا لم تعقد الجلسة الأولى للبرلمان ولم تنتهي هذه الجلسة بانتخاب رئيس كردي وبيده بجيبه يطلع الورقة ويقرأ اسم رئيس الوزراء، يعني قاعدين يضحكون عليكم ويخططون لأزمة جديدة ويهددوكم باقتتال شيعي شيعي، وقبل أيام هددوكم باقتتال سني شيعي، يهددوكم أقول ما يقدرون يسووها. هذه المشاريع أجهضت انتهت، لا يمكن أن يحصلوا في العراق الآن قتال شيعي شيعي أو قتال سني سني، واللي يريد يجرب حظه هذا الميدان يا حميدان. وشفتوا في فتنة الخضراء، أقول لا يهددونكم، سارعوا في تشكيل حفاظا، شكل الحكومة حفاظا على أرواح الناس، هذول الشباب المقاريد اللي قاعدين يسوقوهم ويهيجوهم ويطلعوهم للشارع ويواجهون القوات الأمنية ويقتلون والقاتل والمقتول بالنار، وبعدين يقعدون السياسيين يقسمون الحقائب الوزارية، هذا إليك وهذا إلي. ليش؟ شنغهاي والموجة الإقليمية القادمة، أين العراق؟ ونحن نعود لكم من جديد لنتحدث عن هذه القمة، قمة شنغهاي، وضرورة أن يلتحق العراق بهذه المجموعة المنظمة الإقليمية الكبيرة الهامة للتعاون الاقتصادي والسياسي والأمني والدفاعي، وطبعا تركز على موضوع الطاقة. هذه الآن هذه المنظمة أصبحت تضم 9 دول كبيرة وتشكل أكثر من نصف سكان العالم، انتبه يا حبيبي. هذه الآن أصبحت مؤسسة إقليمية مؤثرة من خلال تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء النامية، ويجب أن يفكر العراق بشكل عملي وجدي في الانضمام إليها، خصوصا أن العراق هو يعني أوقع اتفاقيات مع الصين على سبيل المثال. العراق في الجغرافيا السياسية
يجب أن يبدي اهتماما أوليا بدول الجوار، وأن يعزز من علاقاته مع دول أخرى تخرجه من سياسة المحاور والأقطاب. نعم، نحن لا نؤيد أن يكون العراق في محور ضد محور آخر. أصلا هذه الآن يعني هذه سياسة المحاور والأقطاب ما عادت تجدي أحد، بدليل أن العالم الآن يتغير، خاصة بعد الصراع المحتدم في أوكرانيا، وأنت تشوف بالظاهر الناتو والأمريكان متفقين ضد روسيا، لكن نفس الناتو مختلف، الألمان يتحدثون عن سياسة مختلفة، الفرنسيين يتحدثون عن سياسة مختلفة، الإنجليز برغم أنهم البريطانيين يعتبرون من أشد التابعين للولايات المتحدة في سياساتها الخارجية أيضا يتحدثون. الآن بعد وفاة الملكة هنالك حديث عن أنه هل ستتغير الخارطة السياسية للمملكة المتحدة. أنا شفت اليوم مثلا المقال يقول الملك تشارلز الثالث، عنوان هل سيؤدي تغيير الملك من الملكة إلى الملك إلى إضعاف بريطانيا عالميا، موقع ميدل إيست آي، موقع بريطاني. يعني الحديث هو ليس فقط منحصرا في هذه الاستقطابات المعروفة، الناتو والحلف شمال الأطلسي، قبل كان هو حلف وارشو، لا لا، العراق من يصير جزء من منظمة شنغهاي مو معناه يقف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. أنتم لاحظتم حتى في منظمة شنغهاي مثلا الهند والصين عندهم اختلافات في وجهات النظر، بس هم عضوان رئيسان في هذه المنظمة، منظمة شنغهاي. الهند أيضا قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية، بل محسوبة سياسيا على المحور الأمريكي. دول تفكر بمصالحها. أنتوا شفتوا حتى هذا يعني موضوع طريق الحرير أو الحزام والطريق، المملكة العربية السعودية، الكويت، الأردن، دول الخليج هذه كلها بلا استثناء بعضها عضو مباشر في هذا طريق الحرير، وبعضها يريد أن ينضم. اتفاقيات اقتصادية كبرى بين دولة الكويت على سبيل المثال والصين، والكويت لا تستطيع إلا أن تقول للولايات المتحدة الأمريكية شكرا، لأنها هي التي أعادتها إلى الخارطة بعدما حاول صدام حسين إزالة الكويت من الخارطة عندما غزا الكويت. عرفوا كل الزين، ليش العراق ليس عضوا مباشرا، لا يفعل اتفاقيات التعاون مع الصين كما تفعل المملكة العربية السعودية؟ يعني أنت أكثر من المملكة العربية السعودية اللي يقول عنها ترامب أنها يصفها بالشاة، نحلبها وإذا جف ضرعها نسلخ جلدها، هذا الأمريكي، وهي عندها علاقات مع الصين، تعاون مع روسيا حتى في منظمة أوبك بلاس. العراق يفتقد إلى الإرادة السياسية. يعني المشكلة بالحكام، بمن يحكم العراق، بالسلطة التنفيذية، وإلا بالنسبة للعراق هناك الكثير مما يجب أن يدفع العراق لكي يطلب الآن، يقدم طلب للانضمام رسميا إلى منظمة شنغهاي الصاعدة، تبشر بمستقبل كبير. وهذا طبعا ينسجم مع تماما مع نهج توثيق العلاقات مع دول الجوار العربي والإسلامي. ويقول العراق، والعراق حاضرة، والعراق عاصمة الإمام المهدي، والعراق الحسين، وشفتوا زيارة الحسين بدون حدود. العراق يجب أن يبدي أهمية بهذه الدول كأولوية، وينفتح على دول أخرى حتى على الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن ينفتح على الهند، على اليابان، على الكوريتين الشمالية والجنوبية، وبلدان وسط وشرق آسيا، آسيا الوسطى، القوقاز، طبعا إيران، والصين اللي عندنا معها العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات كما قلت لكم، كالحزام والطريق اللي يسمى بطريق الحرير، وهذا الاتفاق العراقي الصيني الذي أصبح يعرف بالنفط
مقابل الإعمار، لكنه متعرقل. منظمة شنغهاي، الآن الإيرانيون عندما ذهبوا إلى منظمة شنغهاي، طبعا إيران عضوة غير يعني دائمة العضوية منذ 2005، لأن يعني هي المنظمة تأسست ب 2001، وب 2005 إيران أصبحت عضو مراقب. صبرت إيران 17 سنة، لأن يعني عندهم هم مقاييس محددة لتفعيل العضوية، ولكي يعني تقبل الدولة كعضوة دائمة العضوية. إيران الآن أصبحت عضو دائم مباشرة بعد أن أصبحت إيران عضوا دائما في منظمة شنغهاي. طبعا لم تدر ظهرها لعلاقاتها مع دول أخرى قد تتعارض سياسيا في توجهاتها مع منظمة شنغهاي، صارت تحكي بزود أكثر من قبل فيما يتعلق بالمفاوضات النووية. أنا قلت لكم بالحلقة السابقة، وزير الخارجية الإيراني السيد عبد اللهيان، أمير حسين عبد اللهيان، خاطب الدول 4+1، وطبعا معهم الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، والصين وروسيا 4+1 وأمريكا. قال لهم نحن لن ننتظر طويلا فيما يتعلق بالاتفاق النووي، حبون تجون للاتفاق احنا جايين ما عندنا مشكلة. الرئيس الإيراني أيضا السيد إبراهيم رئيسي قبل لا يروح إلى نيويورك ليحضر اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة هم وجه هذه الرسالة، مع تأكيده أنه نحن لا توجد لقاءات. دائما تدرون كل سنة من يروح رئيس إيراني إلى نيويورك وثارت سؤال هل سيلتقي الرئيس الأمريكي، هل ستحصل لقاءات ثنائية بين وزراء خارجية إيران والولايات المتحدة. غلقوا الباب هذه المرة نهائيا، قبل كان هنالك تكهنات، هسه بالاتكاء إلى منظمة شنغهاي، عضوية إيران الدائمة في شنغهاي، الإيرانيين قالوا لا لقاءات ثنائية ولا جانبية مع المسؤولين الأمريكان، المفاوضات النووية لا تزال أو لا يزال الملف النووي على الطاولة، بس بشرط ضمانات أمريكية. أمريكا قدمت ضمانات هلا وسهلا هذا الاتفاق يفعل من جديد، ما قدمتم ضمانات في أمان الله، بس الإيرانيين أذكياء يذبحون بقطنة. شلون؟ ما ينسحبون من الاتفاق النووي، أمريكا هي اللي انسحبت من الاتفاق النووي يكون هي ترجع. أمريكا ما رجعت، تفرض عقوبات جديدة، إيران تخفض من التزاماتها تجاه هذا الاتفاق النووي الذي لم تنسحب عنه. لكن إذا فكرت أمريكا وفكر الكيان الصهيوني، إذا فكروا أقول باستخدام العدوان العسكري أو الخيار العسكري اللي هو موضوع أيضا على الطاولة عندهم منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 79، ذاك الوقت إيران أعلنت بشكل واضح في الأيام الأخيرة، لاحظتم في الأيام الأخيرة الإيرانيين يقولون احنا عندنا القدرة على إنتاج سلاح نووي لكننا لم نفعل ذلك التزاما بفتوى السيد الإمام علي خامنئي. بس إذا تعرضوا إلى عدوان عسكري لكل مقام مقال في أمان